اليوم اللي نظمنا فيه هذا اللقاء حول الرقمنة في الميدان الفلاحي والقروي بصفة عامة، واللي كيتسمى أجرو أي تي ديز، هي في النسخة ديالها الثالثة، وهو واحد الفضاء جد مهم اللي فيه يعني خبراء وفيه الناس اللي كيستعملوا التكنولوجيات يعني اللي عندها اللي كتستعمل الرقمنة، واللي الهدف هو تبادل الآراء، الاطلاع على المستجدات في هذا القطاع. والرقمنة هي من يعني المشاريع الكبرى اللي أفقية في القطاع ديال الفلاحة في تنزيل استراتيجيات ديال الجيل الأخضر، واللي كتهم جميع الجوانب، لا سلاسل الإنتاج ولا المواضيع الأفقية كتدبير المياه وتدبير الأراضي وغيرها من مواضيع جد مهمة في القطاع يعني الفلاحي. التنمية الاقتصادية في القطاع الفلاحي في المستقبل غتجي تزيد اكثر من 50% من هذا من استعمال التكنولوجيات والتقنيات اللي كتبنى واللي كتستعمل يعني الرقمنة. فالحمد لله شفنا بان بلادنا كاين عدة فاعلين في هذا القطاع، عدة لا من فيما يخص المؤسسات العمومية ولا في الخواص، واللي كتسمح لنا باش تكون عندنا يعني التأقلم ديال هذه الاستعمالات مع كل الخاصيات ديال الفلاحة، واللي كنعرفوا بان فيها الفلاح جد صغير والفلاح الصغير والفلاح الكبير. فالأهم هو يعني الهدف ديالنا هو باش يتعمم هذا الشيء على الجميع، وباش يسمح لنا في المستقبل ان شاء الله باش نطلعوا في الانتاج ديالنا اكثر باقل استعمال من المواد يعني الطبيعيه بحال الماء، وكذلك المحافظه على التربه. و يعني وهذا الشيء راه شفناه يعني في الصعيد العالمي، الدول اللي تقدمت في الاقتصاد الفلاحي كانت الرقمنه يعني هي من المحاور المهمه اللي استعملتها، وحنا في الطريق يعني الصحيح. والجيل الاخضر اللي عطى سيدنا الله ينصرو الانطلاقه ديالها كيتبنى هذه التكنولوجيات الجديده، واللي غيتسمح لنا خصوصا باش نديروا واحد القفزه نوعيه فيما يخص التاقلم مع التغيرات المناخيه اللي كنعيشوها وكيعيشها العالم، وخصوصا في استعمال واقتصاد ديال الماء اللي هو المحور الرئيسي في هذا الظرفيه هذه.